أنا رامي وحابب أحكي لكم حكايتي. يومي غير عن اللي بعمري لأنه ببلش وأنا رايح على الشغل وعدتي على ظهري، وما تتخيلوا قديش الشغل متعب. ما في حدا بعمري هناك أحكي معه، ولأني أصغر واحد فيهم بتعرض لكل أنواع الأذى. مش بس هيك، لأني ما بعرف أقرأ، بخاف أروح على أي مكان جديد يمكن ما أوصل، وبخجل أسأل حدا شو مكتوب. عرفتوا ليش يومي غير؟ بس هلأ كل شي تغير. صار يومي ببدأ وأنا حامل شنطتي على ظهري ورايح على مدرستي. بالصف بكون عم بتعلم، ووقت الفرصة بلعب وبتعرف على أصحاب جداد، وبعد المدرسة بروح على بيتي وبحل واجباتي وبستنى يوم دراسي جديد وبفكر شو رح أصير لما أكبر بالمستقبل.